C'était un match compliqué. On est tombé sur une bonne équipe qui joue au ballon. On savait qu'elle joue au ballon. On savait surtout qu'ils avaient un bon attaquant. Il a fallu une occasion. Il a eu deux occasions. Une occasion où il met un but et la deuxième occasion, il met un poteau. Elle est là la différence avec nous. Nous, il nous fallait 8, 9, 10 occasions pour marquer. Mais bon, alhamdoulilah, déjà, on a marqué, c'est déjà ça. Ça nous fait un match nul. C'est mieux ça que rien. Un point, ça a toujours été mieux que zéro. Et on fera le maximum contre les phares samedi, Inch'Allah. Alhamdulillah, تنشكر اللاعبين على هذا المستوى الكبير اللي قدموه خلال 90 دقيقة. يعني تنشكر هذه الجماهير الودادية اللي صراحة تستاهل كل خير، سندتنا لآخر دقيقة. الفريق المغربي التوني كنا نعرفوا أنه ما تكونش مقابلة سهلة. الحمد لله أتانا أننا نحصلوا على التعادل في آخر دقيقة، هذا تيبين على الاحترافية ديال اللاعبين، ما هبطوش يديهم. نتمنوا أننا نعوضوا هاد النقط اللي ضاعوا لنا في هذه المقابلة إن شاء الله. قبل الجاي ان شاء الله. اللي شاف مجريات ديال المباراه اليوم فجل اطوار المباراه وحنا مسيطرين على الفريق ديال المغرب التطواني. فريق المغرب التطواني في الدقائق الاولى ديال المباراه استطاع انه يسجل علينا بعد مرتد خاطف. اللاعبين طبقوا التعليمات ديال المدرب بالحرف. ضغطنا بشكل كبير على فريق المغرب التطواني، ضيعنا فرص اللي كان بامكاننا على اننا نسجلوا في الشوط الاول وتسهل علينا المباراه في الشوط الثاني ونزيدوا نسجلوا اهداف اللي تخلينا اننا نفوزوا في المباراه ونلعبوا باقي المباريات بارتياح كبير. ولكن الحمد لله اللي شاف اطوار المباراه كنا منهزمين، سجلنا هدف في الشوط الثاني اللي كان بالنسبه لنا مهم، نقطه كتخلي دائما فارق ديال ثلاثه نقاط مع اولمبيك خريبكا وفارق ديال سبعه نقاط مع فريق المغرب التطواني. مازال لنا مباراه ان شاء الله في الاخر اسبوع مع فريق الجيش الملكي، غنحاولوا اننا نركزوا في التدريب بشكل جيد ونطبقوا التعليمات ديال الطاقم التقني باش نحاولوا اننا نحققوا ثلاث نقاط ان شاء الله امام الجيش الملكي اللي غتسهل علينا المباريات ديال المستقبل ان شاء الله.